السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نوجدوا واحد الوصفة زوينة بزاف ولذيذة بزاف وسهلة، مكونات موجودة في المطبخ ديالنا، ما كتحتاجش مكونات كثيرة أو صعيبة، سهلة. وكيف كشفتوا في المنظر ديالها كتجي زوينة بزاف، محمرة بحال الشكل ديال الكفتة. كناخدو جوج ديال الدنجالات، كنتقبوهم على هاد الشكل، وكيف كنقول لكم ديما الكميه اللي كتناسبكم على حساب شحال ديال الاشخاص في الدار. كتقبوا غير هاد على هاد الشكل عشوائي، غير باش كتنفس لينا الدنجاله باش ما كتفرقعش. كنشويهم، اما تشويهم في الفران او تشويهم فوق من البوطه. كنتو مشعلين الفران دخلوهم الفران، كنتو هكا غير فوق البوطه، حتى فوق البوطه كيتشواو زوين وكيعطي واحد الريحه زوينه بزاف، ريحتهم كتشهي صراحه فوق البوطه. كناخذوا حبه من الطماطم، كنحاولوا نحيدوا ليها الزريعه، نحاولوا نحيدوا الزريعه مزيان، ما نخليوش فيها الزريعه. وكنقطعوها قطع مربعات صغيرة رقيقة، كنحاولوا نحيدوا ليها الزريعة باش ما كتطلقش لينا الماء ديالها. قطعوها على هذا الشكل، كنوضعوها في الصفاي ونخليوها غير كتصفى من هذاك الماء ديالها، نخليوها كتسقطر شويه بين ما وجدنا المكونات الاخرين. عندي حبه من البصل حتى هي كنحاولوا نقطعوها قطع رقيقة، كنوضعوها حتى هي مع الطماطم، نخليهم هكا كيتسقطروا من الماء ديالهم، كيتصفاو من الماء مزيان. انا الدنجالات شويتهم غير فوق البوطه كيف كتشوفوا، هما شويتو مزيان. كنبقاو نقلبوا فيهم، كنبقاو ندوروا فيهم فوق من البوطه حتى كيتشواو مزيان وكيبانوا ليكم راهم طابو. كنوضعوهم هكا في بواطه ديال باش هكا كيتزمت عليهم وكيتقشروا بسهوله.
كيرجع ليهم هذاك الصهد السخونيه ديالهم وكيتقشروا بسهوله. صراحه الريحه ديالهم كتكون كتجي زوينه بزاف ملي كيكونوا كيتشوا فوق البوطه، صراحه احسن من الفران. انا كيعجبوني فوق البوطه، كيعطي واحد الريحه زوينه. كنحاولوا نرقوها مزيان كيف ما كتشوفوا في الصورة. كيف ما كتشوفوا دابا غادي نحاولوا نقشروهم، نخليهم غير يبردوا شوية ومن بعد كنقشروهم. كنحيدوا لها الراس ديالها، كيتقشرو هكا بسهولة. كما كتشوفوا تصفاو لينا شويه داك شويه الماء اللي بقى فيهم، كيتصفاو مزيان. كنوضعوهم هكا في اي حاجه اللي تخلطوا فيها. وغادي نقطعوا الدنجال حتى هو، شفتوا كيفاش كيطيب مزيان، كيولي رطب بزاف. حاولوا حتى هو نقطعوه رقيق. هو راه كيكون فيه الماء كتير، يعني سبحان الله كيطلق الماء. تو نحاولوا نصفيه مزيان.
غادي نصفيهم مزيان. كيف كتشوفوا الماء اللي كيخرج منه هو فيه الماء بزاف، داكشي علاش كنحاولوا نصفيو كاع الخضر ديالنا. راكم عارفين الخضره راه كتطلق الماء، وباش كتصدق لينا هاد الوصفه كنحاولوا نصفيو جميع الخضر. شوفوا الماء اللي حيدنا منه، وغادي نجمعه مع الخضرة اللي قطعنا. عندي هنايا الربيع فيه القزبر ومعدنوس مقطعين، قطعاهم قبل. دابا غادي نبداو نضيفو في التوابل. كمية من الملح، بالنسبة للكمية راه قلت لكم على حساب نتوما الكمية اللي بغيتو. كمية من البزار، كمية من التحميرة، كمية من الخرقوم، شوية من الكمون. غادي نضيفو بيضة، بالنسبة لهاد الكمية غادي نضيفو بيضة. وعندي هنايا القمح الكامل، كيف كتشوفو القمح اللي كنديرو بيه الخبز، اللي كنعجنو بيه الخبز. غادي نخلطو هاد المكونات مزيان. وغادي نضيفو كمية من الدقيق، القمح عفوا، القمح الكامل. هو باش غادي نجمعو هاد الخضر اللي قطعنا. كناخدو المول اللي كيدخل الفران، ندهنوه ب زيت الزيتون. هو باش دهنت دهنو يدينا بشوية ديال الزيت، وغادي نشكلو كويرات الحجم اللي بغيتو، القياس اللي بغيتو، الشكل اللي بغيتو، انتوما حرين. غنضيف مازال شويه ديال الدقيق، جاتني باقا جاريه شويه، باقا مطلوقه. نزيدوها كميه من الدقيق باش يعني تعقد لينا مزيان.
وغادي نشكلوها. كنحاولوا يكون الفران سخون، حاولوا نشعلوا الفران قبل حتى كيسخن مزيان، وكتشكلوها كيف قلت لكم على هذا الشكل، يعني الشكل اللي بغيتو. شاطت لي هاد الوحده من المول ديالي صافي عمر. كيف قلت لكم نسخنوا الفران مزيان. هذيك الوحده اللي شاطت لي من المول انا قليتها في الزيت، بغيت نوريكم اللي بغى يقلي اللي بغى يقليهم يقليهم، اللي بغى يدخلهم الفران يدخلهم الفران، بجوج كيجيو زوينين. والواحد له هو الاختيار، بغى حاجه صحيه من الاحسن الفران، بغى توحش القليان مره بغى يقليها حتى في القليان، كتجي مقرمشه وزوينه ولذيذه بزاف. انا عطيتكم غير وحده جربت عليكم، كتجي مقرمشه وبنينه. وهذه هي ملي دخلتها الفران على هذا الشكل، كدهنوها من الفوق بزيت الزيتون عاد كتدخلوها الفران باش كتحمر على هذا الشكل، حتى هي كتجي مقرمشه وزوينه ولذيذه. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. ما تنساوش دعم القناه بالاشتراك وجيم الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع كل حبابكم وصحابكم، والنتيجه كتجي زوينه بزاف. كدهنوها من الفوق بزيت الزيتون وكتدخلوها كتخليوها طيب الفوق هو الاول، ومن بعد كتهبطوها تحمروها كتجي على هذا الشكل. حتى في الفران راه كتجي مقرمشه راه مازال سخونه. وبالصحه والراحه، تقدموها بالصحه والراحه ان شاء الله.